وفعلا كان قاضي وكان والي في نفس الوقت. نعم وقبل أن نبدأ بهذا شيء، قصة تذكر عن أحد الزعماء أرادوا أن يذهبوا إلى الحج، نعم وجاءوا الإمام الخليلي فقالوا نريد أن نذهب إلى الحج، وهو كان فاهم المغزى من ذلك، نعم ونريد أحد يذهب معنا ليرشدنا ويفقهنا وغير ذلك. قالهم ما يصلح لهذه المهمة إلا شخص واحد، وأنا لا أتغانى عنه، نعم يقصد به الشيخ الرقيشي. قيسي فلذلك كانت علاقة وطيدة جدا، يعني كان الإمام الخليلي يقول إذا كنت في نزوة فذلك أقرب لي، وإذا كنت في أزكي فبيكون أفضل، يعني كل ما كنت قريب مني كل ما كان ذلك أفضل، نعم لأنه يعتبره الذراع الأيمن نعم في دولته، في دولة الإمام الخليلي رضوان نعم الله عليه. نعم وكان أيضا بالنسبة في القضاء تولى القضاء في إزكي وتولى القضاء في نزوة، وكان كثير من الأحكام التي يحكم بها الإمام الخليلي يردها للشيخ الرقيشي نعم وللشيخ عامر بن خميس المالكي وللقضاة الذين كانوا حول الإمام الخليلي. تذكر قصة، جاء رجل واعترف أمام الإمام الخليلي بالزنا، نعم فالإمام راجعه في الأمر فقال أرجع، يعني بحيث أنه يلتمس له عذر أو نعم غير ذلك. وبعد ذلك قال للشيخ الرقيشي احكم، فالشيخ الرقيشي سأل فاعترف الزاني بما قال، فقال يحكم عليه بالرجم. فتململ الإمام الخليلي لأن في هذا إزهاق للنفس، نعم ولكن بعد ذلك قال يمضى حكم الشيخ الرقيشي، نعم لأن هذه قضية فيها نفس، نعم والإمام الخليلي كان ورع ويتقي، نعم كذلك بقية المشايخ ويلتمس عذر يعني يلتمس له عذر. نعم وبالنسبة للقضايا التي وردت، قضايا كثيرة حكم فيها الشيخ الرقيشي، سواء نعم من الناحية القبلية أو من ناحية الأعراض وكذلك من ناحية الدماء، نعم فكان هو عالم في الدماء. نعم نعم.